السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع المنير في التربية الإسلامية، تقويم ودعم، الصفحة 16، الأسبوع 6، على بركة الله. لن هذه هي الصفحة. أقرأ البطاقة ثم آتي بآية تناسبها من سورة حفظتها. نبدأ. كان الوليد بن المغيرة شديد التكذيب بآيات القرآن الكريم. إذن ما هي الآيات التي تدل على هذه الفكرة أو هذا الموضوع، أن الوليد بن المغيرة شديد التكذيب بآيات القرآن الكريم؟ يقول الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. هذه الآية التي تهمنا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. إذن صدق الله العظيم، إذن هذه الآية: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذه الآية الأولى هي مجموعة من الصفات التي يدم فيها الله سبحانه وتعالى الوليد بن المغيرة. محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجنونا. الآية التي تدل على ذلك: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. القرآن الكريم ليس بكلام الشعراء ولا الكهان. نعم، إذن لم أنتبه إلى الإضافة ولا الكهان، فأجبت فقط عن كلام الشعراء، فقلت أو قال الله سبحانه وتعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والآية التي تدل على نكمل فنقول: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن نكملها في سورة الحاقة الآية 41 هذه: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. والآية الأخرى 42: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هي اللي خاصتكم ثم. إذن أمشيوا. بسط الله الأرض وفرشها لتصير صالحة للاستقرار. سورة نوح، نأخذ الآية من سورة نوح: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذا اكتفينا بهذه الآية: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذا نقولوا هذا الشيء، نمر. إذن هذه الأسئلة هذه كثيرة بزاف، غنمشيو معها باش ما نطولوش الفيديو. طلب مني إنجاز ديالها وقت طويل لأن الأسئلة متنوعة نعم، خصني نجاوبكم على حسب اللي عندكم في المقرر، ماشي من راسي. إذن أبين دور المرأة في المجتمع انطلاقا من موقف خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نعبر هنا من خلال ما فهمتم عن دور المرأة. تعتبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم، هي أول من آمن به من الرجال والنساء، هي أول المؤمنين. ولذا المرأة ولذا المرأة في المجتمع، نعم، إذن وللمرأة في المجتمع مكانة مهمة إلى جانب الرجل، فهن شقائق الرجال في الحقوق والواجبات، فقد آوت النبي ووقفت بجانبه عند نزول الوحي، وكلنا نتذكر موقفها وهي تطمئنه وتهدئ من روعه بعد عودته من الغار وهو يرتجف، فذكرته بمناقبه وأخلاقه وأن الله لن يخذله، فساهمت بدورها في بناء اللبنات الأساسية للمجتمع الإسلامي. إذن للمرأة دور مهم، فقد كانت تشارك في المعارك، في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، في التطبيب وحتى في الدفاع عن الإسلام. نعم، وعبر عن رأيي في معاملة المرأة انطلاقا من قصة سيدنا موسى مع ابنتي شعيب. إذا تتذكرون أن موسى خرج خائفا متجها إلى مدين، ففي طريقه وجد امرأتين يعني تريدان أن تسقيا يعني البهائم والأغنام، ولكنهما لم تستطيعا بوجود الرجال. وإذن أبان سيدنا موسى عليه السلام عن أخلاقه العالية عندما مد يد المساعدة إلى ابنتي شعيب دون أن ينتظر مقابلا، فقد ذهب إلى جذع الشجرة، إلى ظل الشجرة، دون أن ينتظر الأجر، ليعطينا موسى عليه السلام ليعطينا النموذج الصحيح في معاملة المرأة في الإسلام، حيث يسود الاحترام والتوقير لها. إذن ليعطينا النموذج الصحيح لمعاملة المرأة في الإسلام حيث يسود الاحترام والتوقير لها. أصف ثبات آسية بنت مزاحم على الإيمان، ثم أذكر إيواء الله لها مع الاستشهاد المناسب. إذن لقد رأينا خلال درس الإيمان والإيواء كيف صبرت آسية بنت مزاحم للظلم الذي لقيته من فرعون الطاغية، وكانت ثابتة صابرة على الحق محتسبة الأجر على الله، وقد سألت الله بيتا في الجنة فآواها وتقبلها ربها وبشرها بالجنة. إذن فآواها، إذن الاستشهاد هو أن نأتي بحديث أو بآية قرآنية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذا كان هذا جواب ننتقل. أحكي قصة فرعون أو امرأة فرعون ثم أستنتج منها المغزى الخلقي المناسب. إذا كانت آسية ملكة زوجة ملك ضرب الله بها المثل للمرأة المؤمنة الثابتة على الحق رغم الإغراءات الملك والسلطة ورغم التعذيب الذي نالها من فرعون، فقد اكتشف أنها تؤمن بالله وحده
فشد يديها بالأوتاد وهي صابرة، فرأت بيتها في الجنة، فضحكت حين رأته، فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها؟ نعذبها وهي تضحك. وما المغزى من هذه القصة؟ ماذا نستنتج وماذا نستفيد؟ إذن المغزى أن الله سبحانه لا يضيع أو لا يضيع أجر من أحسن عملا. من أحسن عملا هنا إذن لا يضيع أجر من أحسن عملا، فقد قابل صبر امرأة فرعون بالجزاء الحسن كرما منه وتفضلا. استخرج فيما قيما صغار ما كيبانش ليا، استخرج قيما خلقية بارزة من قصة سيدنا نوح مع قومه، ثم استشهد بآيات مناسبة على كل قيمة. نعم على كل قيمة. إذن سأحاول استخرج. إذن استخرجنا قيمة الصبر، تنويع الخطاب، أنه كان ينوع الخطاب. غنشوفوا استشهادات. الترغيب، كان يرغب، مرة كان ينذر ومرة كان يرغب، فاختينا غير شي قيم. إذن وكان كذلك قيمة الدعاء للوالدين أولا. نشوفوا المثال. إذن بالنسبة للصبر في سورة نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فقد صبر عليهم، كان يدعوهم ولا يكل ولا يمل، قد استمرت دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما. تنويع الخطاب كيف ذلك؟ كان إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار. كان مرة يدعوهم جهرا ومرة يدعوهم سرا. هذا نوع يعطينا يعني قيمة تنويع الخطاب في الدعوة إلى الله سبحانه. الترغيب: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هنا كيرغبهم، كيقول لهم استغفروا الله باش يعطيكم الله يعني يرسل عليكم الخيرات، وشنو يمددكم بأموال وبنين. إذا كان يرغب. أما بالنسبة للدعاء، هو هذاك الدعاء المعروف المشهور المأثور، يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إذن رب اغفر لي ولوالدي، إذن الدعاء للوالدين. نعم. إذن هنا نقوله دعاء للوالدين بلادك أولا. إذن هو ربي اغفر لي ولوالدي. نعم. السؤال باء من السؤال 4، هذه باء. السؤال 3 باء: أذكر كيف بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته. نعم هنا نسرع شوية. بدأ الرسول، صلوا على رسول الله، صلوا عليه. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته سرا كما تعلمون، دعا خلالها من عشيرته الأقربين ومن توسم فيهم خيرا من أصدقائه ومعارفه. إذن وأنذر عشيرتك الأقربين، أبين كيف أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل، ثم أذكر بعض موجبات. هنا غادي نعرفوا الغسل بعد. شنو هو الغسل؟ الغسل هو اغتسال الإنسان وإمراره الماء على جميع بدنه. هذا الغسل، يعني إلا ما عرفش إنسان يغتسل غير يمرر الماء على جميع بدنه. ثم هنا ما السؤال هذا: كيف أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل؟ هنا ربما يقصدون أنك يعني عندما تريد أن تذهب إلى صلاة العيد، صلاة العيد الأضحى أو عيد الفطر، فإنك تغتسل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم
أو إذا كان قصدهم يعني كيف نغتسل، فكان الجواب نقول الاقتداء في الغسل يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن نغتسل كما اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال هو بسم الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نقتدي به في الغسل وأقول نغتسل كما رأيناه يغتسل، ثم بسم أو كما أمرنا أن نغتسل، وإمراره الماء على جميع بدنه. هذا هو بسم أذكر بعض موجبات الغسل، ما عرفتش انا ما كاينش عندكم الدرس بالضبط في السادس موجبات الغسل، ولكن على اي موجبات الغسل خروج المني، انقطاع دم الحيض والنفاس، من كاين انقطاع دم الحيض او النفاس هنا خصنا المراه خصها تغتسل. والاسلام مثلا شي واحد يلا غادي يسلم، كان نصراني او يهودي او كيف ما كان، ويريد ان يدخل الى الاسلام، فعليه ان يغتسل، لان الدرس ما عندكمش شوما، فغير الاغتسال كيكون مثلا سنه في يوم الجمعه، ما كاين حتى سبب من الاسباب اللي موجبه، ولكن كيكون هو يعني مستحب فاش كتكون مثلا كما قلنا صلاه العيد، صلاه العيدين بجوج، ومثلا في صلاه الجمعه نغتسل ونتطيب، خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، إذا أسمي صلاتين مسنونتين يوميتين، ثم أبين فاللهم أنا استشهد، أنا ما عرفتش هذيك شنو يوميتين، صلاتين مسنونتين عرفناها، لكن يوميتين يعني المهم هنا حنا خدينا كل شيء هنا، قلنا من الصلوات المسنونة الوتر ركعتان، ركعتا الفجر قبل الصبح اللي كنصليو قبل صلاة الفجر، كنقولو حنا الفجر وما هذوك جوج ركعات، تحية المسجد عندما أدخل المسجد أصلي ركعتين، صلاة العيدين وصلاة التراويح، كل هذه صلوات مسنونة، كلها صلوات مسنونة. بالنسبة هنا وفي العيد، هنا بالنسبة للفضل فضلهما، أنا اختاريت هادو صلاة العيدين صافي، أنا هضرو على صلاة العيدين سمي لي جوج، انا حنا خا قلنا كلشي، انا نهضروا على صلاه العيدين. وفي العيد تنتشر مظاهر الرحمه والمحبه والرأفه بين المسلمين، ويسود التعاطف وتجتمع القلوب صافيه نقيه من البغضاء. ياك ونزيد مازال نقول على الفضل ديالهم، وقد بشر الله تعالى عباده المصلين بالفلاح، فقد قال تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وصلاة عيد الفطر داخلة في هذه البشارة. أما صلاة الأضحى فهي تؤدى في اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، والذي يعد أحد أي الأيام التي فضلها الله تعالى على سائر أيام السنة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. إذا أن صلاة العيد بالأخص صلاة عيد الأضحى يعني أيام مباركة وفيها أجر كثير. أسمي صلاة مسنونة خاصة بشهر رمضان، ثم أصف كيفيتها وأستدل على فضلها. صلاة هي صلاة التراويح أنا سميناها، أصف كيفيتها وأستدل بها، أستدل على فضلها، نقول أول من جمع الناس على صلاة التراويح بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضلها، كيفيتها تؤدى في المسجد ركعتين ركعتين. حاولوا هذا الحديث اللي يقول ديال من صام انا ما عنديش ما كسبتوش، ثم كسبوش، كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، اخيرا أشرح متى يكون حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا. أولا نكثر الصلاة على النبي، صلوا على رسول الله، ومعك داود عاود قول صلى الله عليه وسلم. نعم،
عاد نشوفوا دابا متى يكون حبي للرسول حبا حقيقيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا لا يؤمن أحدكم يعني لا يكتمل إيمانه، يعني يكون إيمانه ومؤمن ولكن إيمانه ناقص. متى يكتمل؟ عندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أولاده، من تولي الرسول صلى الله عليه وسلم كتحبو أكثر من ولدك وأكثر من الوالد ديالك وأكثر من الناس اللي عزاز عليك. هذيك الساعة غادي تعرف بأنك تحب الرسول حبا حقيقيا. ورواية أخرى عن مسلم يقول: حتى أكون أحب إليه من أهله، يعني زوجه وأولاده وماله فلوسك والناس أجمعين. هذا هنا يقول راني كنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكون كتهضر عليه بزاف؟ واش كيدوز النهار كامل ما كتبوش صلى الله عليه وسلم، ما كتصليش على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كتحدثش عليه وما كتفكروش وتقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا حب غير كامل. لا ننفي صفة الحب عن أحد، ولكن نختلف في حب النبي فيما بين درجات. درجات، هناك من هو أشد حب من الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أشدكم حبا للنبي هو الذي يحبه أكثر من والده ووالده والناس أجمعين وحتى من ماله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.